بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم عنوانها رجال السلطة، وهو موضوع يكتسي أهمية كبرى ليس فقط بالنسبة لطلبة الفصل الثاني من الدراسات القانونية، ولكن أيضا بالنسبة لكافة المواطنين، على اعتبار الدور الهام الذي يلعبه رجال السلطة في الأيام العادية، بل ازدادت أهمية أدوارهم خصوصا وتزداد في الأزمات. نحن أصور هذه المحاضرة في اليوم الأول من الحظر الصحي الذي فرضته الحكومة المغربية. نتمنى أن يحفظنا الله وإياكم وأن يحفظ بلدنا الحبيب. إذن ليس كل من يمارس السلطة يعتبر رجل سلطة، ولكن رجال السلطة أو هيئة رجال السلطة محددة ومنظمة بمقتضى العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية، وفي مقدمتها الدستور، ولا سيما فصل 145 من الدستور المغربي الذي تعرض لاختصاصات رجال السلطة وخصوصا الولاة والعمال. هناك أيضا فصول ونصوص متعددة هنا وهناك، بداية من ظهير فتح مارس 1963 المتعلق بمتصرف وزارة الداخلية، مرورا بظهير بمثابة قانون صادر بتاريخ 16 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل، وأيضا كما قلت النص الأساسي المتمثل في ظهير 31 يوليوز 2008، بالإضافة إلى العديد من النصوص التشريعية الأخرى، مثلا على سبيل المثال قانون تنظيمي 113/14 التي تعرض خصوصا في المادة 110 منه إلى العديد من الاختصاصات التي يمارسها العمال ومن ينوب عنهم من رجال السلطة. أيضا المرسوم الأخير الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2018 بمثابة ميثاق اللاتمركز الإداري تعرض أيضا للعديد من الاختصاصات الجديدة خصوصا بالنسبة للسادة الولاة. إذن وفقا للمادة الأولى من ظهير 31 يوليوز 2008 فتضم هيئة رجال السلطة أربعة أطر: إطار العمال، ويضم درجة عامل ممتاز وعامل، إطار الباشوات ويضم درجة باشا ممتاز وباشا، إطار القياد ويضم درجة قائد ممتاز وقائد، ثم إطار خلفاء القياد. ملاحظة أساسية هو أنه قبل 2008 خلفاء القياد كانوا يعتبرون أعوان سلطة، لكن مع ظهير 31 يوليوز 2008 فقد أصبحوا يصنفون ضمن خانة رجال السلطة. وفقا للمادة الثانية من ظهير 2008 فهؤلاء الأطر يمارسون المهام التالية، وسأبدأ من القمة: أولا الولاة، الوالي على صعيد الولاية، ثم العامل على صعيد العمالة أو الإقليم، ثم الكاتب العام للعمالة، ثم الباشا ورئيس المنطقة الحضرية، ثم رئيس الدائرة على مستوى الدائرة، ثم القائد على مستوى القيادة أو الملحقة الإدارية، بالإضافة بطبيعة الحال إلى خلفاء القياد الذين يمارسون بعض المهام سواء في إطار الإدارة المركزية أو الإدارة الترابية. إذن هؤلاء هم رجال السلطة كما حددهم القانون، ولا سيما ظهير 31 يوليوز 2008. سأدرس كل إطار على حدة، ولكن سنميز ما بين صنفين من رجال السلطة. الصنف الأول يتمثل في الولاة والعمال، ثم الصنف الثاني يتمثل في باقي رجال السلطة. بالنسبة للولاة والعمال ربما قد يطار لماذا هذا التمييز.
التمييز راجع بالأساس إلى طريقة تعيين ولات العمال، على اعتبار أن الولات والعمال يعينون بظهير وفقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور المغربي، ظهير صادر عن جلالة الملك يتداول بشأنه في المجلس الوزاري، على عكس باقي رجال السلطة الذين يعينون بمرسوم باستثناء خلفاء القياد الذين يعينون بقرار لوزير الداخلية. إذا سأبدأ بالولات. الوالي هذا المنصب ظهر بالمغرب سنة 1981 حيث عين أول والي على رأس ولاية الدار البيضاء الكبرى 1983 الرباط وسلا 1991 مراكش وفاس 1994 وجدة أكادير ليصبح عدد الولايات في المغرب 17 الولي قبل أن يقلص حاليا عدد ولايات الجهات إلى 12 جهة، إذا 12 ولي في 12 جهة. أنا لابد أن أشير إلى مسألة أساسية أننا نتحدث هنا عن ولاة الجهات، لأنه هناك أيضا ولاة الملحقين لدى إدارة المركزية بوزارة الداخلية. الملاحظة الأساسية التي أريد أن أثيرها هو أنه قبل دستور 2011 لم تكن الدساتير المغربية تشير بتاتا إلى كلمة والي، لأنه كما أشرت إلى ذلك منصب الولي ظهر 1981، إذا ما بين 1981 حتى 2011 لم تشير الدساتير إلى كلمة والي. فعلى سبيل المثال مثلا دستور 96 1996 في فصله 102 أشار إلى العامل ولم يذكر بتاتا كلمة الولي، حيث جاء فيه في المادة 102 أو الفصل 102 يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات. بالمقابل دستور 2011 تعرض في الفصل 145 إلى اختصاصات الولاة والعمال، جاء في الفصل 145 من الدستور المغربي ما يلي: يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات السلطة المركزية في الجماعات الترابية، ويعمل الولاة والعمال باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية الحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية. أيضا نفس في سأسترسل يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية وخاصة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية. يقوم الولاة والعمال تحت سلطة الوزراء المعنيين بتنسيق أنشطة المصالح اللامركزة للإدارة المركزية ويسهرون على حسن سيرها. إذا انطلاقا من هذا الفصل، فصل 145 من الدستور، تتضح أهم اختصاصات الولاة والعمال. إذا أول اختصاص يمكن الحديث عنه بالنسبة للولاة ولاة الجهات هو تمثيل الدولة أو السلطة المركزية، والصيغة واضحة في الفصل 145 من الدستور، كما أنه الولاة يعملون باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها. يشرف أيضا الولاة تحت سلطة وزير الداخلية على عمل باقي رجال السلطة وكافة الموظفين العاملين بوزارة الداخلية على مستوى الجهة. سأنتقل مباشرة إلى الخصاص الثاني الذي عرف تطورا هاما خصوصا مع مرسوم 26 ديسمبر 2018 بمثابة ميثاق لا تمركز إداري. الدور الثاني أو الخصاص الثاني يتمثل في التنسيق أو تنسيق أعمال المصالح اللامركزة على مستوى الجهة. ربما الجديد جاءت به المادة 30 من المرسوم المذكور، وخصوصا ما يتعلق بإحداث اللجنة الجهوية للتنسيق. هذه اللجنة التي تحدث لدى الولي وتحت رئاسته. ربما هذه مسألة جديدة، وهي إذا كنا في تاريخ المغرب نعرف ما يعرف ب اللجنة التقنية على صعيد العمالة والتي يرأسها العامل،
وبالتالي هنا جاء هذا المرسوم بإحداث صنف آخر من اللجان، هذه المرة على صعيد الجهة ويرأسها الوالي. هذه اللجنة التي بطبيعة الحال عندها العديد من الاختصاصات، ويبقى أهم اختصاص أو لهذه اللجنة هو العمل على انسجام والتقائية ووحدة عمل المصالح اللامركزة على المستوى الجهوي. وتتألف هذه اللجنة بالإضافة إلى الوالي من عمال العمالات والأقاليم التابعة للنفوذ الترابي للجهة، ولكن وأيضا من الكاتب العام للشؤون الجهوية. وهذه بنية إدارية جديدة، لأنه فقط نعرف الكاتب العام للعمالة، الآن مرسوم 2018 يتحدث عن كاتب عام للشؤون الجهوية، بالإضافة أيضا إلى رؤساء مصالح الدولة اللامركزة على صعيد الجهة، نقصد أساسا هنا المدراء الجهويين. إذن هذه اللجنة التي يرأسها الوالي يحضرها على الخصوص أو يحضرها كافة رؤساء المصالح اللامركزة، إذن نقصد هنا المديرين الإقليمي. إذن كما لو أن الأمر يتعلق هنا بين قوسين بحكومة على صعيد الجهة، كافة القطاعات ممثلة أو ممثلين عن كافة القطاعات، وهناك شخص أو مؤسسة تقوم بعمل التنسيق وهو الوالي. إذن بالإضافة إلى هؤلاء، إلى الكاتب العام للشؤون الجهوية، إلى العمال، إلى رؤساء المصالح اللامركزة، يحضر أيضا المسؤولين عن هذه اللجنة، المسؤولين عن المراكز الجهوية للاستثمار، وأيضا المسؤولون عن الجهويون عن المؤسسات العمومية، مثلا ممثل المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء أو الماء الصالح للشرب أو ممثل عن، أو وأيضا بالنسبة للوكالات أو الوكالة المستقلة، الوكالة أو الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء حسب الأحوال. إذا هذه اللجنة التي تجتمع مرة واحدة في الشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وبطبيعة الحال دورها هام وهام في عملية التنسيق، وفي خصوصا وأن هذه اللجنة ترفع تقارير من خلال الكتابة العامة للشؤون الجهوية إلى الجهات المختصة وخصوصا السلطات الحكومية. الخصاص الثالث، أنتقل مباشرة إلى الخصاص الثالث للوالي والمتمثل في الرقابة على المجالس الجهوية، وسأرجئ الحديث عن هذا الخصاص إلى حين، إلى محاضرة لاحقة سنخصصها إن شاء الله إلى الجهوية. والأكيد أن الوالي يلعب دورا هاما كسلطة رقابة على المجالس الجهوية. بقي الشيء إلى مسألة أساسية تتعلق بالوالي، أنه بالإضافة إلى اختصاصاته كوالي، فهو يمارس اختصاصا كعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة. سأنتقل مباشرة إلى العامل الذي يعتبر أعلى سلطة إدارية على صعيد العمالة أو الإقليم، يعتبر أيضا ممثل للسلطة التنفيذية وفقا لظهير فتح مارس 63، يعتبر ممثلا للملك ومندوبا للحكومة وفقا لمقتضيات ظاهر مكتبة قانون 15 فبراير 77، كما يعتبر أيضا ممثلا للإدارة المركزية وفقا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور. إذن كما يظهر جليا، فأول دور أو أول خصاص يمارسه الوالي هو تمثيل الدولة أو الإدارة المركزية. طبعا الحال هو مؤهل لهذه الغاية باتخاذ كافة التدابير التنظيمية والفردية الضرورية لتنفيذ القوانين وتطبيق القرارات والمذكرات الصادرة عن الحكومة. الخصاص الثاني الذي يمارسه العامل هو أيضا عملية التنسيق، تنسيق أعمال المصالح اللامركزة على صعيد العمالة أو الإقليم، وذلك من خلال وسيلتين. الوسيلة الأولى هي اللجنة التقلية على صعيد العمالة، هذه اللجنة التي تم إحداثها منذ سنة 1993 من خلال التعديل الذي عرفه ظهير 1977. إذن هذه اللجنة التي تضم العامل كرئيس، أيضا الكاتب العام للعمالة، تضم كافة ممثلين عن كافة المصالح اللامركزة على صعيد العمالة والإقليم، كما تضم أيضا ممثلين عن كافة المؤسسات
العموميه على صعيد العماله والاخ. اذا هذه الوسيله الاولى التي من خلالها يمارس العامل وظيفه التنسيق ما بين كافه القطاعات الوزاريه على صعيد العماله والاقليم. الوسيله الثانيه هو ما يتوفر عليه العامل من السلطات مهمة إزاء الموظفين التابعين لهذه المصالح اللامركزة، حيث يتولى مراقبة النشاط العام والخاص لموظفي وأعوان الدولة طبعا تحت سلطة وزراء الماليين، ويرفع تقارير عن هؤلاء المسؤولين عن المصالح اللامركزة إلى الوزراء الماليين، بل بإمكانه أن يوقف حالا أحد رؤساء هذه المصالح اللامركزة في حالة ارتكابه لخطأ يستدعي التوقف فورا، ريثما بطبيعة الحال تتدخل السلطة الرئاسية يعني الوزير لاتخاذ ما يراه مناسب. دور هام آخر يمارسه العمال هو يتعلق بممارسة سلطات الشرطة الإدارية. ربما السؤال الأول الذي يطار، ماذا يقصد بالشرطة الإدارية أو الضبط الإداري؟ طبعا الحال طلبة يومنا في القانون الإداري يعرفون تمام معرفة ما المقصود بالشرطة الإدارية، وهذا وفي هذا الإطار يمكننا أن نخصص محاضرة مقبلة للشرطة الإدارية. إذا الأمر يتعلق إذا الشرطة الإدارية أو الضبط الإداري الأمر يتعلق بشكل من أشكال التدخل تمارسه بعض السلطات الإدارية للحفاظ على النظام العام. حينما أقول نظام العام فإننا نقصد أساسا ثلاث مشتملات أساسية للنظام العام: أولا الأمن العام، ثانيا السكينة العامة، ثالثا الصحة العامة. هناك العديد من السلطات التي تمارس العديد مهام الشرطة الإدارية على الصعيد الوطني، مثلا رئيس الحكومة أو السيد وزير الداخلية، ولكن على صعيد الترابي على الصعيد المحلي فهناك اختصاص هام وهام جدا يمارس كل من رجال السلطة العامل ومن يمثله من جهة، ثم أيضا رؤساء الجماعات من جهة ثانية. سأرجئ الشق المتعلق برؤساء الجماعات إلى محاضرة مقبلة سنخصصها للحديث عن الجماعات، ولكن سأركز في هذه المحاضرة عن دور الهام الذي يلعبه العامل أو من يمثله كسلطة أو كشرطة إدارية، وسأركز أساسا على مقتضيات الفصل 110 من القانون التنظيمي 113/14. هذا القانون الذي جاء فيه ما يلي، أو عفوا هذا الفصل الذي جاء فيه الفصل 110 من القانون التنظيمي 113/14 جاء فيه ما يلي: يمارس رئيس الجماعة صلاحية الشرطة الإدارية الجماعية باستثناء المواد التالية التي تخول بحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل العمل أو الإقليم أو من ينوب عنه. جوج نقط: المحافظة على النظام والأمن العمومي، تأسيس الجمعيات، الانتخابات، النقابات، التشريع الخاص بالشغل، مهن الحرة، شرطة الصيد البحري، جوازة السفر، مراقبة الأثمان إلى غير ذلك. يمكنكم الرجوع إلى هذا الفصل. ملاحظة أساسية أو الأحرى ملاحظتين أساسيتين يثيرهم هذا الفصل 110. أولها هو أن الخصاصات الواردة في هذا الفصل هي خصاصات واردة على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال، على اعتبار أن رئيس الجماعة هو الذي يمارس سلطات الشرطة الإدارية كقاعدة عامة، وأنا أحيل لكم على الفصل 100 من القانون التنظيمي 113/14. أما الاختصاصات الواردة في الفصل 110 هذا هي اختصاصات واردة استثناء، سأعيد: يمارس رئيس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية. إذا الأصل القاعدة أن رئيس الجماعة هو الذي يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية. إذا الاستثناء هو المواد التي خولت بحكم هذا القانون إلى العامل أو من ينوب عنه. حينما أقول من ينوب عنه فالمشرع يقصد هنا باقي رجال السلطة. هنا سأحيلكم على الملاحظة الثانية، هي أن هذه المواد الواردة هي كلها مواد تتعلق بالأمن العام. إذا المشرع أحسن صنعا حينما ترك ما يتعلق بالصحة العامة والسكينة العامة لرؤساء الجماعات، وأعطى أو منح
كل ما يتعلق بالأمن العام إلى رجال السلطة. الأكيد أنه في حالة الأزمات كما هو الشأن الآن في هذه الأزمة التي نمر بها تتقوى صلاحيات واختصاصات رجال السلطة ربما لكي تمتد إلى ميادين أخرى، ولكن يبقى الأمن العام هو أول هدف، هو هدف لتدخل أو لتدخلات رجال السلطة. إذن يساعد العامل من ينوب عليه، أنا أقصد باقي رجال السلطة من باشوات، من رؤساء دوائر وأيضا من القيادة. ربما إحنا في العمل اليومي كل شخص أو كل مرتفق ربما أراد مثلا جواز سفر أو غير ذلك أو التصريح بجمعية إلى غير ذلك، فالإدارة التي الإدارة المعنية مباشرة هي الملحقة الإدارية أو القيادية، يعني بصيغة أخرى فالقائد هو الشخص الأقرب في العمل اليومي. إذن لأن النص هنا يقول لك أو النص يتعلق النص كما جاء في النص العامل أو من يمثله أو من ينوب عنه. بالإضافة إلى هذه الاختصاصات هناك اختصاصات عديدة أخرى يمارسها السادة العمال، مثلا في مجال التعمير، التجزئات العقارية، في مادة التحفيظ العقاري، في مادة الشغل إلى غير ذلك من خلال العديد من النصوص الأخرى. إذن هناك أيضا اختصاص آخر يمارسه العمال على سبيل الاستثناء، ويتعلق الأمر بممارسة سلطات الشرطة القضائية. الأصل أن الشرطة القضائية، طبعا الشرطة القضائية تختلف عن الشرطة الإدارية، الشرطة القضائية مهمتها تثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، بطبيعة الحال دور هام هنا لرجال الشرطة القضائية سواء تعلق الأمر بالمنتمين إلى الإدارة عامة الأمن الوطني أو مراقبة التراب الوطني أو رجال الدرك إلى غير ذلك. الأكيد أن ضباط الشرطة القضائية يمارسون اختصاصاتهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة. إذن هذه القاعدة. استثناء من القاعدة يمكن للولاة والعمال أن يمارسوا بعض الاختصاصات هي التي نص عليها صراحة المشرع من خلال فصل 28 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على ما يلي: يجوز للوالي أو العامل في حالة الاستعجال عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أن يقوم شخصيا بالإجراءات الضرورية، ثم يسترسل الفصل وأن يتخلى على القضية خلال 24 ساعة. إذن هذا واحد استثناء فقط ضيق أشار إليه الفصل 28 من قانون المسطرة الجنائية. الاختصاص الأخير الذي يمارسه السيد العامل أو العمال هو ممارسة الرقابة على الجماعات الترابية، وسنتعرض أكيد في المحاضرة السابقة للدور الهام للعمال في هذا الإطار. طبعا الحال باقي رجال السلطة ربما كما أشرت إلى ذلك يمارسون تقريبا نفس الاختصاصات، وهي خصاصات الواردة أساسا في المادة 110، لأن الصيغة دائما فيها العامل أو من ينوب عليه. سأبدأ بالكاتب العام للعمالة، حيث حدد ظهير فتح مارس 1963 متعلق بمتصرفي وزارة الداخلية اختصاصاته أو اختصاصه في مساعدة العامل. أنا أتكلم عن الكاتب العام للعمالة، إذا اختصاصه هو ممارسة أو مساعدة العامل في مهامه الإدارية، كما يقوم أيضا مقامه في حالة غيابه، ويدير الكاتب العام تحت سلطة العامل نشاط المصالح الإدارية والتقنية للعمالة والإقليم، كما يساعده في مهمته التنسيقية. فقط أريد أن أشير المنصب الجديد الذي أشار إليه الفصل أو التي أشار إليه مرسوم 26 ديسمبر 2018 المتعلق بالكاتب العام للشؤون الجهوية. إذن سيظهر منصب آخر ديال الكاتب العام للشؤون الجهوية. إذن الوضعية الحالية نتحدث عن الكاتب العام للعمالة والإقليم. أيضا الباشا، هذا الباشا طبعا الحال رجل السلطة، وهذه الكلمة ديال الباشا هي كلمة ذات أصل تركي تعني القائد العسكري، وقد ظهر هذا المنصب أو هذه التسمية بالمغرب مع الدولة السعدية.
وبعد ذلك مع الدولة العلوية أصبح الباشا بمثابة حاكم المدينة. وربما تاريخ المغرب نجد فيه العديد أسماء العديد من باشوات الذين كانوا يحكمون خصوصا المدن العريقة بالمغرب. الوضعية الحالية الآن، الباشا هو رجل سلطة يساعد العامل خصوصا في المناطق الحضرية التابعة للعمالة والإقليم، ويشرف على عمل القياد التابعين لنفوذه الترابي. فقط استثناء يهم جماعات المشور، حيث جماعات المشور كجماعة المشور مثلا بمراكش أو بالتلبيضة إلى غير ذلك. هذه الأوفاس، هذه الباشوات في هذه الجماعات المشور يمارسون بعض خصاصات العمال وأيضا بعض خصاصات رؤساء الجماعات، خصوصا بعد صدور القانون 34 85، وايضا بعض خصوصات فيما يخص قلت رؤساء الجماعات كما اشار اليها القانون التنظيمي 113 14. رؤساء الدوائر، رئيس الدائره هو ايضا رجل سلطه يمثل السلطه التنفيذيه في دائره ومجال نفوذه الترابي، يمارس اختصاصات مهمة بوصفه شرطة إدارية. إذا الفصل دائما 110 العامل أو من ينوب عنه. يتمتع أيضا بصفة ضابط شرطة قضائية، لأنه الفصل 20 من قانون الإسارة الجنائية يتحدث عن الباشوات والقياد، وقد أسند الباشوات والقياد هذه الصفة ديال ضباط شرطة قضائية. إذا القائد هنا هو أيضا رجل سلطة على مستوى القيادة أو الملحقة الإدارية، يمارس كافة الصلاحيات كما أشرنا كافة الصلاحيات الواردة في الفصل 110 من القانون التنظيمي للجماعات بوصفه شرطة إدارية، بوصفه نائبا إذا ينوب عن العامل في ممارسة هذه الاختصاصات، كما يمارس أيضا اختصاصات أخرى في علاقته مع الجماعات بوصفه أحيانا سلطة رقابة، لأن القانون التنظيمي أو القوانين التنظيمية الثلاثة تحدث عن الوالي كسلطة رقابة على الجهات، وتتحدث عن العامل كسلطة رقابة على مجالس العمالات والأقاليم، وتتحدث عن العامل أو من يمثله يعني باقي رجال السلطة في علاقتهم مع الجماعات. سأرجئ الحديث عن كل هذا إن شاء الله إلى المحاضرات المقبلة. خليفة القائد كما قلت أصبح هو أيضا رجل سلطة بموجب ظهير 2008، يساعد القائد في أداء مهامه ويقوم مقامه في حالة غيابه، يعين بقرار كما قلت لوزير الداخلية، ثم كل هؤلاء يقومون بعملهم بمساعدة أعوان، أقصد هنا الشيوخ والمقدمين الذين يعتبرون أعوان السلطة، وبالنظر لخصوصية المهام المنوطة بهم فإنهم يختارون من أبناء المنطقة حتى يكونوا على اطلاع تام بالشؤون والعادات المحلية. والأكيد كلنا يعرف الدور الهام الذي يلعبه الشيوخ والمقدمين في عملية الضبط الإداري، فهم أعين رجال السلطة. وسأختم هنا بمسألتين أساسيتين. أولا، شكر لكافة العاملين ونحن في هذه الأزمة، خصوصا في قطاعات الصحة والنظافة والأمن، وأيضا رجال السلطة وأعوانهم. أيضا أريد أن أشكر كافة زملائي الأساتذة الجامعيين الذين انخرطوا في عملية ديال التصوير هذه المحاضرات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي دعوة لكافة المهتمين للتفاعل عبر القناة من خلال الاشتراك، وخصوصا أنا أقصد الطلبة، ومن خلال طرح بعض التساؤلات في خانة التعليقات. ألتزم بالإجابة على كافة التساؤلات المتعلقة بمضمون هذه المحاضرة. ربما فكرت في طريقة أخرى للتواصل، ولكن تبقى المسائل التقنية واللوجستيكية والأدوات محدودة ومحدودة جدا. أعيدكم أيضا بتخصيص حصة على الأقل على للمنهجية في محاضرات مقبلة. مرة أخرى
سعيد بإلقاء هذه المحاضرة المصورة، وأتمنى من العلي القدير أن يحفظنا ويحفظ بلدنا. شكرا على حسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله.